التركستان الشرقية. نعم هناك مسلمين يعني في الصين وفي بعض الولايات الصينية، أقليات مسلمة. نعم. هل نفس الممارسات التي تقوم بها الصين في تركستان تمارس ضد المسلمين في بقية الولايات الصينية؟ والله ما تقوم الصين داخل التركستان الشرقية لا تقوم للمسلمين الصينيين. هناك عدة أسباب، أولها أن المسلمين الصينيين هو تؤيد الحكومة الصينية، هم جزء من الصين، جزء من الصين لأنه لغتهم واحد وثقافتهم واحد، فقط هم مسلمين، هم ليسوا مسلمين فهم متعايشين فيما بينهم. ولكن في الأوان الأخيرة قبل عدة سنوات بدأت لهدم منارة المساجد وإغلاق المدارس الإسلامية في داخل مسلمين الصينيين أيضا. ولكن ما قامت كما قلت ما تقوم الصين في داخل التركستان الشرقية ما يمكن أن تقوم في داخل المسلمين الصينيين. نعم يختلف عن بقية الممارسات.